يغفر لميمته وتقول الجراد كنت أكلها أنا وأمه على عتبة الباب اللي بيننا الضحى. الله بيننا ما فيه باب، ما حطوا باب إلا عقب ما طلع أخوي عبد الرحمن بنى الله يغفر له أبوهم باب ويجعله في جنات النعيم. والأول سده ما فيه لا باب ولا لا، ندخل عليهم ويدخلون علينا ويأكلونها على العتبة اللي بين بيتنا وبين بيتهم. الله يغفر لهم. كانوا يأكلون إنسان ابتدائي وفي مدرسة، كنت أدرس في مدرسة ابن سينا بالسكران، عزمنا واحد من الزملاء الله يغفر له ويرحمه، الوجبة اللي حط لنا رقينا فوق بالدور الثاني على الغرفة مقسمتين بحصى، واحد من الحياض ما في إلا جراد، نقشم جراد ونأكل، هذه الفسحة حقتنا. أي يا سلام، الله المستعان. يعني أنا ما غلطت يوم قلت اليوم غدانا موجود. لا بالله ما أي والله الله يقوي. يدقونه من أول، يدقونه ويعطونه مؤتمر بعاد، يعني لها طرق مهبش كذا. لا الله المستعان. جففونا بعد يأكلون المدة معينة. ها إيه جفف.